الغفلة عظيمة. الغفلة أنك تغفل عن الشيء الذي خلقك الله من أجله، تفقد الهدف. الشباب أنا كنقول لهم، قل له شوف شحال في عمرك، 19 سنة 20 سنة تعاطى في المخدرات، أنا ما حش نقول لك حبس المخدرات ندخلك تخدم، حش نقول لك الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبوا الناس يقول لهم شوفوا دخلتوا في الإسلام ما تستناش مني نرجعك غني، رزقك يبقى مربوط بالرب سبحانه وتعالى، كاين حاجة نضمنها لك تمشي في طريق هذه تدخل الجنة. قل له أنا الآن كي تحبس المخدرات الشيء اللي نضمنه لك عند ربي عز وجل أنك ستصبح إنسانا صالحا، ستعيش حياة طيبة، هذه نضمنها لك 100%، لأنه ربي اللي يضمنها. ولا زوال الدنيا عند الله أعظم من أن يخلف وعده مع عباده. لذلك أنت الآن لما تسير بهذه الطريقة اللي هي أمرك بها الله، تحسب لي أنك عندك والدين راك تبرهم، عندك جيران تحسن إليهم، عندك ناس في الحي راك تحسن، كاين إنسان تعاونه، تلفت قفة مع إنسان كبير، تبتسم في وجه الناس، تفشي السلام، إنسان مصلح. إذا لحقت لهذه الدرجة هنا ما تعطاش المخدرات. قول لي بالله عليك إذا كسبت ربك سبحانه وتعالى لخلقك وش راح تخسر؟ من وجد الله ماذا فقد؟ يعني الدنيا بعد الله هوان، لما تكسب الله يبيده في كل شيء. أنت تنشأ في طاعة الله، وش معناتها الشاب نشأ في طاعة الله؟ وش معناتها؟ معناتها أنا شاب شهوتي قوية وبنيتي قوية، الصوت 10 على 10،